السلام عليكم أصدقائي تلاميذ الصف الروضة الثانية، نحن على موعد اليوم مع حرف جديد من الأحرف العربية بعنوان حرف الغين. حرف الغين، أصغوا وانتبهوا جيدا. سوف أحكي لكم قصة حرف الغين. اشترت غادة غسالة جديدة، ثم ذهبت لتغسل الملابس. وبينما هي تنشر الغسيل، سمعت صوت غراب ينعق فوق غصن الشجرة. وفجأة تلبدت السماء بالغيوم، فنادت غادة أخوها غانم ليساعدها على جمع الغسيل. هل لاحظتم أصدقائي حرف الغين في مجموعة الكلمات في هذه القصة؟ فإذا ما اسم البنت؟ غادة، أحسنتم. ما اسم الولد؟ غانم. ماذا اشترت غادة؟ فكروا جيدا، ما هذه؟ غسالة. ماذا سمعت غادة؟ صوت ماذا؟ ما هذا الطائر؟ صوت غراب. بماذا تلبدت السماء أصدقائي؟ انظروا إلى هذه الصور، ما هذه الأشياء التي نجدها في السماء؟ تلبدت السماء بالغيوم، أحسنتم. والآن أصدقائي، ما رأيكم أن تبحثوا معي لكي نجد الصور التي تبدأ بحرف الغين؟ غزال، غزال، أحسنتم. حرف الغين نضعه على اللوح بجانب حرف الغين. الصورة الثانية غسالة، غسالة، نعم. الصورة الثالثة أسد، كلا، لا يوجد في اسمها حرف الغين. غوريلا، غوريلا، أيضا في اسمها حرف الغين. غيمة، غيمة، أحسنتم، في اسمها حرف الغين. والآن نتعرف على أشكال حرف الغين. لحرف الغين أربعة أشكال. الغين في أول كلمة تتصل بما بعدها مثل كلمتي غزال. الغين الثانية في وسط الكلمة تمد يدها للحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها مثل كلمة صغير. الكلمة الثالثة كلمة صمغ، وهنا الغين في آخر الكلمة متصل بما قبله. والشكل الرابع كلمة دماغ، دماغ، الغين المنفصلة. انتبهوا معي هنا كيف نكتب شكل حرف الغين في أول الكلمة متصل بما بعده. انظروا كيف على السطر من فوق، نصف دائرة وخط أفقي ونقطة على رأسه. الشكل الثاني الغين في وسط الكلمة. الشكل الثالث الغين في آخر الكلمة تتصل بما قبلها. والشكل الرابع الغين المنفصلة، نصف دائرة صغيرة، نصف دائرة كبيرة ونقطة على رأسه. أما الآن لنبحث عن بعض الكلمات ونتعرف عليها. حرف الغين في بداية الكلمة مثل كلمتي غوريلا، غسالة، انظروا كيف يكتب. في وسط الكلمة مثل كلمة مغناطيس، مغناطيس، ببغاء، انظر الغين كيف تكتب في وسط الكلمة متصلة بما قبلها وما بعدها. أما حرف الغين في آخر الكلمة يكون بشكلين، متصل بما قبله أو منفصل. كلمة صمغ، كلمة صباغ، صباغ، أحسنتم. الآن نتعرف على حركات القصيرة مع حرف الغين. فتحة، غ،
فتحة غ، كسرة غ، كسرة غي، ضمة غ، ضمة غو، والسكون غ ساكنة تصبح غ غ. الآن غ فتحة غ مثل كلمة غيمة، غ كسرة غي مثل كلمة غزلان، غ ضمة غو مثل كلمة غراب، والغ ساكنة مثل كلمة يغسل، يغ غ يكون بدون صوت يغسل. أما الآن حرف الغين مع الحركات الطويلة، ألف واو ياء، غا غو غي لنعطي غا، ألف غا مثل كلمة ببغاء، غا ضمة غا واو غو مثل كلمة يغوص، يغوص في أعماق البحر لكي يصطاد اللؤلؤ، لكي يصطاد السمك، وهي من أحد الحرف المهمة والحرف التراثية في دولة قطر. يغوص. غي مثل كلمة رغيف، رغيف الخبز. الآن سوف أذكر كلمة لكي نضعها داخل الصندوق الخاص بها، إن كانت كلمة تحتوي حرف الغين أو كلمة لا تحتوي حرف الغين. الكلمة الأولى كلمة غصن، غصن، تسمعون حرف الغين؟ صحيح، في اسمها حرف الغين. كلمة ثانية دب، لا يوجد بكلمة دب حرف الغين، نأخذها إلى صندوق الكلمات التي لا تحتوي حرف الغين. الكلمة الثالثة فارغ، نعم حرف الغين في آخر كلمة منفصل. كلمة أحمر لا يوجد بها حرف الغين. يغوص، يغوص حرف الغين في وسط الكلمة. تين، تين لا يوجد بها حرف الغين. أحسنتم أصدقائي، قد أنهينا درسنا اليوم. إلى اللقاء يا صغاري مع درس جديد، دمتم بخير.